الو، هاي يا ماجد. لا انا تمام. تقول مين؟ رامي سمير. اكيد طبعا فاكره، كلمني من يومين عشان يعزيني فارور بارتي. يعني هو كمان مهاجر؟ ايه يا جدعان، هو في ايه؟ كل الشله هتهاجر ولا ايه؟ بعد كل عملية فلوسك هتتحط في حساب باسمك في بنك اس دي بي فرع مدريد في اسبانيا. علي جمال، انت هنا ازاي؟ والله انا المفروض اسالك السؤال ده. عامل ايه؟ انا تمام. ايه اللي جابك هنا؟ انا باجي هنا من امبارح مستنيك تظهر. شكلك عايز تقول لي حاجه مهمه. هي البلد فيها حاجه اهم منك دلوقتي. الناس مالهاش سيرة غيرك. الداخلية مقلوبة وأبو العزم متجنن. ولسه ما يشوف. وآخرتها يا جمال؟ والله تسأل نفسك السؤال ده. وإحنا بنعمل كده ليه؟ وآخرتها إيه؟ ما ترد عليا، مش أنت دخلت الجهاز ده قبليه؟ أوامر يا جمال. عملنا الأوامر ونفذناها، وأنت عارف الأوامر ما بتتناقش. أوامر؟ وكل مصلحة البلد ونعمل كل حاجة من غير ما نفكر، مش كده؟ قول لي حاجة واحدة بس عملناها في مصلحة البلد. قتل وخطف وتفجير وكله في البلد دي، وفي نفس الوقت عايزين نطلع مصلحة لنفس البلد. طب قول لي ازاي؟ هو احنا مع النظام ولا ضد النظام يا علي؟ دي حال الدنيا من يوم ربنا خلقها. الكلام اللي مصدع بيه نفسك ده عمره ما هيريحك. اللي هيريحك حاجة واحدة بس، انك تنفذ المطلوب منك وبكفاءة. وانت بقى مقتنع بالكلام ده؟ حتى لو ما اقتنعتش هيفيد بايه؟ يا اخي تفهم، تعرف مين اللي ورا كل ده؟ هو واحد او اتنين او مية، واللي كل يوم بيزيدوا ومشاكلهم ضد بعض بتكبر وطلباتهم بتكتر. واحنا ايه؟ بنخدم عليهم؟ ده النظام واللي انت وافقت عليه من الاول. وخلاص انتهى ومش هيرجع تاني يا علي. انت حر. بس انا ما اقدرش اقول لا. يا اخي ليه؟ انت قلتها. شوف جرالك ايه؟ يا علي احنا كنا ظباط ومشينا في طريق غلط. مش عيب ان احنا نغلط. العيب ان احنا نغمي علينا ونفضل مكملين. اختياري يا جمال. زي ما انت اخترت. قول لي اساعدك ازاي؟ تفكر في اختيارك. مش عشان تساعدني، عشان نساعد بعض. علي اهدى على نفسك يا شاوي. وانت ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابك انا هنا من امبارح ما اظهرش. امال اللي هو ابو العزم مكلفني ليه بالمهمه دي؟ ما انت عارف ابو العزم بيشك في صوابع ايده. يلا بينا، المكان قدامك. لو عايز تفتش فتش يا شوقي. مالك يا فتحي؟ اللي مصحيك لحد دلوقتي يا اخويا؟ تعرفي زينات،
انت الوحيده في نسوان الثلاثه اللي بتقول لي يا فتحي. ببقى قربت انسى لولاكي. انا الاصل يا فتحي. طبعا يا بنت، واللي ملوش خير في اصله ملوش خير في حد. حلو الكلام. طالما انا الاصل يا اخويا، مش الاصل ده محتاج يفرع ويجدر في الارض علشان زناد؟ قلت مش عايز كلام في الموضوع ده. انا في 100 طاحونه بتدق في دماغي ومش ناقص. لو شفتيني خلفت من واحده من النسوان الثلاثه يبقى لك الكلام. يا اخويا ما حبب على قلبي انك تجيب عيال يشيلوا اسمك واخدمهم لك. يوه قلت لا يعني لا. انا مش هخلف وربي واكبر وتيجي طلقه ببلاش تاخدهم مني. حصل سيد اخويا مش عايز اشوفه في حد تاني. خلاص يا اخويا خلاص، حقك عليا. معلش ما تزعلش. الا بقول لك ايه، هو مين الراجل اللي جالك النهارده ده؟ شكله عزيز عليك قوي. ده واحد معرفه قديمه قوي، حبيبي من زمان، ليه دين كبير في رقبتي، دين كبير قوي. وانا كل مره الحاجه بوب ولا ايه؟ يومها انكتب لي عمر جديد على ايده. بس اللي مزعلني اني قصرت معاه. بس غصب عني النعمه. قصرت معاه في ايه يا اخويا؟ شغلانه كده تخص واحد من طرفه. بس اتلوى دراعي فيها وباظت. بس تتعوض. احنا هنروح من بعض فين؟ نام انت يا اختي نام. نامي. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو إيه؟ شر لكم. كده ولا إيه؟ بس هو البني آدم مننا كده ما بيتعص غير بعينيه، وأنت عينيك ورمت من الاتعاظ. أنت بتقطمني في إيه بس يا شيخ عبد الحكم؟ وأنا أول واحد ولا آخر واحد يجري ورا كومي واللي زيه؟ والإخوة كلهم بيدوروا شغلهم معاهم، عشان أنا بس اللي مبخت واتكشفت في ملعوبة بلسة. علشان ما أنتش حويت يا نوح ونيتك مش خالصة. جريت لوحدك، لا سألت ولا خدت المشورة وقلنا ماشي. مضاك على عقد يمص دمك بيه وهو شايفك وانت بتهر عليه، انت حر. لا وايه؟ مربي لي حية عندك في البيت. تضمن منين ان البنت الرقاصة دي مش هي اللي فتنت وخبصت عليك؟ فيها يا شيخ عبد الحكم؟ ما الاخوة ما قالولكش ولا ايه؟ الست اللي انت بتتكلم عنها دي مراتي. وما انتش مكسوف؟ اتقي الله يا شيخ. مالها يعني؟ هتوبها واخد ثوابها. ده في ايه بقى يزعل الاخوه؟ الاخوه لسه ما زعلوش.